السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول الله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإيصال المجلس لإخوانهم، وكذا أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل الأخ عن صحة حديث الضب مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تقصد الضب الذي تكلم لا يصح، إذا كنت تقصد الضب الذي قرب للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت إحدى نسائه: أخبروه ماذا يأكل؟ فقال: ماذا أكل؟ قال: الضب. فلم تمتد يده إليه. قال خالد: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أعافه. فمد خالد يده وأكل الضب، فهذا صحيح. كيف أعالج زوجتي من السحر؟ يدفل في يدك تفلا خفيفا واقرأ سورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وامسح رأسها وما استطعت من جسدها 3 مرات مع الدعاء. كمار رقمي 0000533383. حكم العطور الكحولية جائزة مع الكراهة. حكم الإصرار على الذنب. الإصرار على الذنب يعني ذنب فوق الذنب، لكن كيف مصر؟ يعني يذنب ثم يعود، يضعف ثم يعود، يختلف عن لازم أفعل، يختلف. ورد حديث في هذا السند في سند ضعف: ويل لأقمع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا هم يعلمون، لكن سنده ضعيف. قول زوج لزوجته: لو مطلق مثلك، ولا ينوي ولا أقصد الطلاق، لا يقع بذلك طلاق. حكم قسمة الإرث بالتراضي، مع العلم أن هناك فرق شاسع في القسمة. إذا كانت بطيب نفس لا بأس، إذا لم تكن بطيب نفس لا يجوز. كيف أبتعد عن الرياء؟ أعمل أعمال صالحة سرا، واسأل الله أن يصرف عنك الرياء. حكم صلاة الجنازة أمام الإمام، أي أن الإمام خلف المصلين، لا يجوز إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة قصوى. ولا أدري أيضا الذي جعل الشخص يقف في الصف الأول، هو يقف في الصف الأول أيضا. أصلي منفردا بصوت مسموع، فهل هناك من حرج؟ ليس عليك من حرج، لكن لا تشوش على المصلين. زوج رفيقتي حلف يمين طلاق 5 مرات، وكان 3 مرات لا يدرك، وكل مرة يحلف في حرام، هل عليها كفارة؟ السؤال غير واضح. حكم التأكيد
تأمين على الزراعة إن كنت مختارا لا تؤمن، كما عدد الطواف من غير العمرة، عدد الأشواط 7 أشواط، كل طواف 7 أشواط وبعده ركعتان. هل التوفيق في حفظ القرآن الكريم؟ يقول لي أجد بث غريب. هل يجوز عمل العمرة لأحد المريض لا يقدر على السفر ولا على المشي؟ يجوز. لنا إرث عن والدنا وأمي تريد أن تعطي إرسال الغير المتزوج، فما الجواب مع طيب النفس؟ مع طيب النفس جائز، طيب الأنفس جميعا. ما حكم لمس القرآن وترتيله بدون وضوء؟ جائز، والأولى الوضوء. المريض له الجمع والقصر؟ لا، لم يأتي نص خاص بالمريض أنه يجمع ويقصر. طيب، ما صحة حديث عكاشة والقصاص من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يثبت. نصيحة لطلاب الثانوية العامة أن يحافظوا على الصلاة وأن يحافظوا على طاعة الله ورسوله وأن يجدوا في عملهم ويجتهدون، كما أنك تقوم وتوقظك أمك للدرس الخصوصي فلتوقظك لصلاة الفجر، بل صلاة الفجر أولى. تكرير العمرة من التنعيم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. صحة حديث لو كنت مسبحا لأتممت ليس عن رسول الله، إنه كلام ابن عمر. حكم الغناء بدون لحن؟ بسم الله. يعني بدون موسيقى؟ إذا كان في المناسبات، في المناسبات لا بأس، والكلام لا يكون خارجا وبدون موسيقى. البنوك، قلنا البنوك والوديعة فيها كل ذلك حرام. البنوك حرام، الوديعة حرام، والتثمير في البنوك حرام. العقيقة ليست بفرض إنما هي سنة مستحبة. حكم الجمع عند نزول الثلوج في أمريكا علما أن الإمام يبعد عن المسجد 10 أمتار ولا يجمع؟ الذي ورد في الجمع في المطر سنده ضعيف، ولكن يمكن ويسن أن يقول المؤذن صلوا في رحالكم، ستكون رخصة لمن صلى في بيته ويؤجر إن شاء الله. الدعاء الجماعي عند القبر بعد دفن الميت لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الإجبار على الرشوة، المجبر لا إثم عليه. صحة حديث البزاق باتجاه القبلة صحيح. هل يجوز أن أخذ من والدي نقوده ويضع نقوده في بنك ربوي؟ إذا لم يكن لك مصدر آخر فإثمه على نفسه، يعني إذا كنت ستضيع إثمه على نفسه. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الموسيقى محرمة. صيام رمضان الذي فاتت عليه سنوات يخرج عنه طعام مع الصيام؟ لا، ما عندي دليل لأختي زهرة أن الطعام الإطعام يخرج مع الصيام. والله يقول فعدة من أيام أخر.
كيف أطلب العلم وأنا في بداية الطلب مع العلم الضيق الحاصل، وهل من الممكن أن آتي؟ من الممكن أن تطلب العلم بوسائل التواصل الحديثة التي أمامك وغيرها، فالدروس تبث فيها لما جئتنا تشرف، لكن أخشى عليك بس من أمن الدولة أحيانا يأخذون الذين يأتون إلينا خاصة يوم الثلاثاء. صلاة التسابيح الحديث الوارد في شأنها فيه ضعف، أمي تسمع كلام أختي علي بالباطل وتظلمني وتغضب مني دون ذنب وتعطي أختي وتحرمنا. اصبري يا ميا والله يعوضك خيرا وحافظي على المعاملة الطيبة مع أمك. هل هناك زكاة على مال لا أمتلكه حاليا كنهاية الخدمة؟ لا يجوز، عفوا لا يجب. هل تجوز يجوز المرأة أن تؤم النساء؟ يجوز المرأة أن تؤم النساء. هل الحديث مع شخص آخر عن امرأة تستعمل الأحجبة للسحر يعتبر غيبة في حقها؟ ليس بغيبة بل هذا تحذير. هل تجوز صلاة السنة القبلية لصلاة الظهر 4 ركعات متصلة؟ جوزها بعض العلماء ولا مانع. يضع الأموال في بنك خوفا من ضياعها ولا يستفيد من الربا، هل يجوز إخراج الفائدة إلى الأقربين والمساكين؟ لا تخرجها إلى الأقربين والمساكين، عفوا لا تخرجها إلى الأقربين، لكن تخرجها للمساكين الذين لا تربطك بهم قرابة. حكم الكلام مع الخطيب على قدر الحاجة وبالمعروف. حكم الوضوء بالماء الساخن لا مانع. الاعتكاف في الصلوات أم في رمضان فقط؟ كيف اعتكاف في الصلوات يا أخي الكريم؟ الوديعة عليها زكاة بلا ريب، مال مدخر. الصورة لا تظهر، لماذا؟ ما أدري. شخص عليه دين ولم يتذكر صاحب الدين، ماذا يفعل؟ يحفظ المال معه إلى أن يتذكر صاحب الدين، فإن جاء وإلا وصى بأن ينفق في صدقات جارية عن صاحبه. أصاب بالسكري ومتزوج ولا أستطيع السبح دائما. هل يجوز لي؟ ما أدري، مصاب بالسكري ومزوج ولا أستطيع السبحة، يعني السباحة ولا الاستحمام ولا إيه، مش فاهم. إذا كنت لا تستطيع الاستحمام تمرض، إذا تطهرت اغتسلت، إذا كنت ستمرض جاز لك أن تتيمم. حبك الله يا سيد. هل يلحق في بيتنا وأنا متزوجة بيت الوالد إذا مات الوالد وله بيت فلك نصيب من الإرث؟ زكاة الذهب للزينة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية. هل النت ضعيف عندكم اليوم؟ هل ضعيف يا عبد الرحمن؟ لا ليس بضعيف يا عمر. حكم البسملة في الوضوء جائزة، أما حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فضعيف جدا. أكرر، حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف جدا. ولم يرد في أي خبر علمته أن النبي قال بسم الله قبل الوضوء. وصفات الوضوء المنقولة لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، وليس فيها أي حديث يثبت ذلك. وعدت ربي بصلاة 1000 أن أقضي، انقضى لي شيء بعد صليت 200. أكمل الصلاة يا مهر، أكمل الصلوات.
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أحبك الله يا زكريا، طلب مني مبلغا من المال مقابل توظيفي، هذه رشوة يا أحمد. البسملة قبل التيمم لم ترد يا سفيان. ما حكم السلفة في من فيزة المشتريات دون فوائد إلا مع التأخير عن موعده؟ إذا كنت تأمن أنك لن تتأخر توكل على الله ولا تتأخر. هل المهرجانات الغنائية والاختلاط جهر بالمعصية؟ لا، واضح أنه جهر بالمعصية. الصلاة وراء رجل يعمل بالخبائث وأنا كاره. الصلاة وراء رجل يعمل الخبائث وأنا كاره، صلاتك صحيحة لكن حاول أن تبتعد عنه وتبحث عن إمام دين. هل يحاسب الإنسان على الظن السيء؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. نظرت على نفسي نظرا أن أدفع مالا في وقت محدد ولكن لم أدفع في الوقت المحدد، كفر عن يمينك بكفارة يمين وعافي بالنذر أيضا. وحفظك الله يا عبد العزيز. كيفية النقاب في العمرة والحج؟ لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ولا أن تسدل على وجهها سدلا خفيفا كما فعلت أسماء، وقالت: كنا إذا حزينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. كيفية النقاب؟ عفوا، الصلاة وراء مدخن جائزة مع الكراهة. هل تبطل الصلاة مع مطاردة الأخبثين؟ تجوز مع الكراهة. حديث صلوا وراء كل بر وفاجر ضعيف. حديث صلاة ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا لا يصح. ما حكم شراء محمول بالتقسيط بفائدة 25%؟ إذا كان البائع هو الذي البائع يمتلك السيارة يبيع كيف يشاء وأنت تشتري كيف تشاء. حكم قص بعض شعر الحاجب؟ لا بأس إذا دعت إلى ذلك حاجة، لكن النمص لا. إيهاب يقول: إنه من أهل مكة وأحضرت زوجتي زيارة بنية أنها تجلس معي 3 شهور وترجع أجازة وبعدين تجي لي تاني، فشاءت بدون نية عمرة بعد أقل من أسبوع أرادت عمرة، هل تذهب للميقات؟ تخرج إلى التنعيم. 0-1-5-3-3-3-8-3. شركة كيونت شركات نصب واحتيال، ابتعد عنها. هل يجوز السكن مع يهودية في نفس المنزل؟ امرأة ورجل السكن معها جائز مع الكراهة، في نفس الشقة ولا في نفس المنزل؟ وضح السؤال. الأكل مع شخص يشرب ويسكر، الأكل جائز مع الكراهة، ابتعد وكل مع أناس صالحين. حديث حكم النيابة، حق النيابة للمشلول، لا بأس يصح. عندي شقة غير سكني وأقام إيجارة. الشقق المؤجرة ليس عليها زكاة إلا إذا اجتمع معك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. هل أعبي بطارية الهاتف من مكان العمل؟ هذا تصدق على العمل بجنيه أو بجنيهين احتياطا واستبراء لدينك. هل تجوز الخلوة بحكم العمل؟ لا تجوز الخلوة لا بحكم عمل ولا غير عمل، لا تغلق عليكم باب. يعني هذه الخلوة مدمرة الأيام هذه. لا يصح لمدرس أن يخلو بطالبة ويعلمه، لا يصح لطبيب أن يخلو بمريضة ويعالجه،
لا يصح للشيخ أن يخلو بمفتية ويجيبها على أسئلتها. كل هذه حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إياكم الدخول على النساء. فقال رجل: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت. وقال: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. هل يجوز الاشتراك بالجمعيات التضامنية التي تستقطع جزء معلوم من الراتب ثم يرد المبلغ عند التقاعد، وعند وفاة أحد الأعضاء تعطى أسرته مبلغ مساعدة؟ بهذا الطريق، بهذا التوصيف اللي أنت تذكره، لا بأس، لكن أخشى أن يكون المال يثمر في البنك، أو هناك جوانب من السؤال أخفيت. حكم الغناء إذا لم يكن مصحوبا بالموسيقى جاز إذا كانت كلماته طيبة ومناسباته طيبة. هل أقرأ من المصحف الإلكتروني فقط؟ لا، أقرأ كيف شئت. العيش في ديار الكفار ما الحكم؟ إذا كنت تؤدي حدود الله، تقيم دينك وتأمن على نفسك من الفتن وعلى أولادك، لا بأس. فطرت على أذان الهاتف في رمضان وكان يسبق أذان المسجد بدقيقتين بدون علم. إن شاء الله لا شيء عليك، خطأ مرفوع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هل يلزم على من يذهب للدفن أن يغتسل؟ لا يلزم. هل الفوائد البنكية كلها ربا؟ نعم ربا. الإيجار بالباطن ما حكمه؟ لابد أن ننظر في صيغة العقد بينك وبين المستأجر، بين صاحب البيت الذي أيجر لك. هل تارك السنة يأثم؟ لا يأثم، إذا كنت تقصد بالسنة ما ليس بواجب. حكم الدعاء في الخطبة؟ لا بأس. حكم التأمين الصحي إذا كنت مجبرا عليه؟ لا إثم عليك، والإثم على من أكرهوك. حكم البسملة جهرا؟ لا بأس أن تجهر بالبسملة، ولا بأس أن تسر بها في الصلاة، قريان قويان. لا وقت في الجامعة لأداء الصلاة على وقتها، يعني احرص يا حكيم على أن تصلي الصلاة قبل أن يأتي وقت الصلاة الأخرى. هل يجوز أن أطلب من أخي شراء سلعة ثم أشتريها منه بالتقسيط؟ لا يجوز، هذه حيلة من حيل الربا. حكم التأمين التكميلي على أقطار السيارة؟ أنصحك بالبعد عن كل ما هو مشتبه. هل القنوت في الفجر واجب؟ ليس بواجب. حكم قراءة ياسين عند الدفن؟ لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهيلة تقول إنها تتعامل في عملها مع بعض الرجال في أمور العمل، فما الحكم؟ هذا من الاختلاط المكروه بلا شك. صلاة المرأة دون لبس الشراب في رجلين جائزة مع الكراهة. حكم أخذ الأجرة من تحفيظ القرآن؟ لا بأس به، وفي الحديث قد استدل به الجمهور على ذلك: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. حكم من يحرم أمه ميراثها من منزله حتى وإن تراخت عن ذلك. قال تعالى: وتأكلون التراث أكلا لما. كبيرة أن تمنع إخوانك من أخذ ميراثهم أو تمنع أمك من أخذ ميراثها. كثر في الآونة الأخيرة سؤال الناس الندوة لهم إن كان لديهم كرب أو حزن، أليس الأولى سؤال الله تعالى يا شيخ؟ نعم، الأولى سؤال الله، ويجوز أن تدعو، أن تطلب من أخيك المسلم أن يدعو لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لقي منكم مويسا فليطلب منه أن يستغفر له. قالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله صفوان: ادعو الله لنا بخير. ضربت زوجتي في المنام على غير قصد بخشبة. أنا الأحلام هذه ليس هذا مقامها ولا وقتها. أمي فوق الستين، هل يجوز لها أن تسافر العمرة بدون محرم؟
جوز هذا بعض العلماء الرفقة الآمنة، لأن عائشة سافرت مع أزواج النبي مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان للحج في زمن عمر بدون محرم. توفيت عمتي ولها ابن قبل جدتي لوالدي، ثم توفيت جدتي لأبي، هل يرث ابن عمتي؟ ليس لابن عمتك شيء، محجوب بكم، محجوب بأخواله وبعمامة على حسب. هل عدوى في الأمراض حق؟ بإذن الله، كل شيء بإذن الله، إنما هي سبب لكن كل شيء بإذن الله. حكم شراء الموبايل بالتقسيط بفائدة 25% ونعرف سعر الأصل، لا بأس، هذا بيع. حلفت مرات كثيرة لا أعلمها ولم أكفر عن أيماني، فماذا أفعل؟ قربها تقريبا، إذا كنت معقدا اليمين قرب هذه الأيمان التي عقدت لها اليمين تقريبا. حكم التعامل، أخذ مال من سوق الجملة ثم يعطيه الزرع، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. صحة حديث كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، لا يصح، اللحية واجبة. لو قلت للرجل في تجارتي سعر السلعة ثم قال لي لن أعطي لك المبلغ كاملا، هل بحق أن أزيد في السعر؟ ما دمتم لم تتفقان على السعر يجوز لك أن تزيد كيف شئت. شراء سيارة بالتقسيط من معرض والبنك يتدخل للتقسيط ربا ومساعدة على الإثم والعدوان. حكم حلق اللحية بسبب العمل، الضرورات تفيد المحظورات. بيع الأجهزة والزملاء في العمل بالتقسيط، إذا كنت تمتلكها لك أن تبيعها كيف شئت، بالنقد أو بالتقسيط كما تحب. حكم العمل في البنوك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. عثرت على مال في الطريق وأنا محتاج، لابد وأن تعرفه عاما إذا كان المال كبيرا له قيمة. حكم حلق اللحية غير المستوية، سويها. إذا كان ما يجري في سوريا من علامات الساعة فمتى الفرج؟ ما قال إنه من علامات الساعة، علامات الساعة كثرة الحرج فعلا، لكن أمر الساعة لا يعلمه إلا الله. هل يقع في ملك الله ما لا يريده الله؟ لا يقع في ملك الله ما لا يريده الله. هل سماع القرآن من الهاتف دون وضوء جائز؟ جائز، ليس هناك مانع. حكم العمل في مصنع التدخين حرام. الله يكشف الكرب عن إخواننا في غزة يا رب، يا رب، وانصرهم نصر عزيز مؤزرا يا رب. صحة حديث من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات أجر عليه بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، ضعيف. أحبك الله يا شيخ أحمد بكري. هل يجوز عمل أكثر من عمرة في أسبوع واحد؟ أين أنت؟ يعني هل أنت من جدة أم من المدينة؟ إذا كنت من جدة والمدينة جاز، أما إذا كنت من مكة وتخرج تأتي بعمرات متكررة، إذا كنت وافدا على مكة من أجل عمرة وتعمل عمرات متكررة لأمك وخالاتك وجدتك، كل هذا لم يرد.
أما إذا كنت من أهل مكة وتريد التكرار فلا بأس، إذا كنت من أهل مكة وتريد التكرار تخرج إلى تنعيم تأتي بعمرة. ما مقدار النصاب؟ النصاب 97.2 جرام ذهب أو 598 جرام من الفضة. مات أبهم قاطع أخي فماذا عليه أن أفعل غير الدعاء له بالمغفرة؟ يجوز أن تتصدق على أبيك وأن تعتمر عن أبيك وأن تحج عن أبيك وتقضي النذور عن أبيك. الاعتكاف بقصد الانتظار للصلاة، يعني هذه الفترة كاعتكاف، لا أعلم ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأقل ما وقفت عليه ليلة، قال عمر يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال أوفي بنذرك. حكم النساء اللواتي يخرجن بالنقاب ويضعون الكحل، بين في أعينهن النظر إلى الفتنة، إن كانت هناك فتنة وفساد فالله لا يحب الفساد. وشفاك الله يا أخ غازي. كتب فريد الأنصاري لا أعلم عنها شيئا. عندي زوجة ليست محجبة، ولماذا يا سمير لا تحجب زوجتك وأنت مسؤول عن رعيتك؟ تقدم لها عفوا، أعطيت فلوس لواحد يشغلهم ولكن يعطيني مبلغ ثابت، وقال لي أنه سيتم الحساب آخر العام ولكنه لم يفعل. وعندما اعترضت قال لي أنا شغلي كله حلال وأنا مسؤول أمام الله. خلاص إذا قال لك ذلك وأنت تثق فيه ابقيها معه، إذا قال إذا أنت لا تثق فيه لك أن تسحب أموالك. هل يجوز أن تظهر البنت أمام زوج جدتها بدون وضع حجاب؟ زوج جدتها، زوج أمها، زوج جدتها، محرم على التأبيد. ما يجوز، محرم على التأبيد. دعاء الاستفتاح بالليل عند كل صلاة ولا أول مبدأ فقط؟ لا أعلم في ذلك تفصيلا، لكن الذي يظهر أنه في أول ركعتين فقط. وزب التساوات عبدنا، لا في أحد يعني. ما المراد بالزواج العرفي الذي تسأل عنه؟ إذا كنت تريد بالزواج العرفي أن المرأة تزوج نفسها فهذا باطل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. وفي الحديث الآخر لا نكاح إلا بولي. حبك الله. هل تجوز العمرة بالتقسيط؟ نعم تجوز. زوجتي منتقبة ولكنها لا تصلي، ماذا أفعل؟ اجبرها على الصلاة واحجرها في المضجع. الظلم من القريب ظلم أشد، ظلم أشد، لأنه قطع الرحم وظلم. حكم الذهاب للمسجد الحائض للتعلم وتعليم العلم الشرعي؟ لا بأس، ولكن لا تلوث المسجد. هل يجوز مطلقة الخروج من البيت؟ إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز لها إنما تمكث في البيت. قول الله تعالى اتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيتنا ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. ذكرت بالأمس عدم الأخذ بقول النسائي في توثيق الرواية انفرد، نسائي انفرد بتوثيق رجال الحديث. في قرائن أخرى يا أحمد بن سعد، يعني مثلا إذا النسائي وثق شخصا ولكن كان هذا الشخص من التابعين وروى عنه 5 أو 6 من العلماء الأثبات، فحينئذ يقبل توثيق النسائي بضميمات أخرى. هل توبة العاصي مقبولة قطعيا أم ظنيا؟ توبة العاصي مقبولة قطعيا، الأمر إلى الله كله، الأمر كله لله، الأمر إلى الله كله.
هل ولدت حماتي؟ حماتك محرم وأمها محرم أيضا. أين نشغل أموالنا إذا كانت الفوائد حرام مع الناس الصالحين من بلدك؟ هل يجوز مرء الصلاة ببنطلون ومعه روب؟ يجوز إذا كان الروب يستر البنطلون، ما فيش مشكلة. هل يجوز هل سنة الفجر تصح بعد الصلاة؟ تصح لمن فاتته، من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. تأجير الأرحام لا يجوز لاختلاط الأنساب، ما أعرف هذا المذكور يا عباس. الذهاب إلى العمرة بدون محرم لفتاة عمرها 30 سنة، تلك مسألة اختلف فيها العلماء فهناك من يجوز سفرها مع رفقة الأمنة، وهناك من يمنع، وقد قدمنا هذا في هذه الليلة مرارا في هذا السؤال. نصيحتك لما ابتلي بأب فظ غليظ القلب ولا يصلي، الصبر عليه وعلى حماقاته. الصبر على الحماقات من أشد أنواع الصبر. إمام يخطئ في تشكيل الفاتحة، هل تصح صلاته؟ على حسب حجم الخطأ. الزوجة لا تنجب وأهلي يجبروني على الزواج وأنا لا أريد، ماذا أفعل؟ ليس من حق أهلك أن يجبرونك على الزواج ولا على الطلاق ما دامت المرأة صالحة. صحة حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، حديث سنده ضعيف، وتؤيد معناه الآية استقلالا، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ما حكم التسليمتين؟ هل تكفي تسليمة واحدة للخروج من الصلاة؟ نعم تكفي تسليمة واحدة للخروج من الصلاة. مسعود رباح يسأل، مات أبي وترك لنا أرضا وهي في نزاع 10 سنوات ولم يتدخل. السؤال غير واضح يا مسعود. من منعه الدكتور من الاقتراب من الماء إذا احتلم؟ ما الحل؟ إذا كان الطبيب مسلما ثقة يسمع كلامه ويتأمم. هل يجوز أن أصلي خلف زوجي وهو لا يجيد تلاوة القرآن بالتجويد؟ يجوز. حبك الله يا يوسف. أحاديث صلاة التسبيح في سندها ضعف. هل يجوز الأم التدخل في شؤون ابنها وزوجته؟ على حسب التدخل، التدخل كالنصيحة لا بأس، لكن التدخل في كل الشؤون ليس لها، على إطلاقه ليس لها. هل يجوز مرأة أن تقول دعاء القنوت في الوتر والفجر؟ نعم يجوز لها ذلك. كثيرة الخصام مع أرحامها وجيرانها، هل تكون ممن قيل فيهم إذا خاصم فجر؟ لا يلزم. بحكم الخوف من المستقبل وخاصة مسائل الرزق، هذا ضعف إيمان. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يطلب مني زميل السلعة ثم أشتريها ثم أبيعها له بالتقسيط. قلنا يا إسلام هذه حيلة من حال الربا. زكاة الذهب واجبة، زكاة ذهب الزينة واجبة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أقف إماما بزوجتي وأولادي وأنا جالس في مرضي لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
في مرض موته صلى جالسا والصحابة خلفه قيام. قال الحميدي شيخ البخاري: إنما يؤخذ من رسول الله من فعل رسول الله الآخر فالآخر. ما حكم الدراسة في الاختلاط؟ جائزة مع الكراهة. عند الشرب في الوضوء ينتابني وسواس بأني لم أتطهر من البول، أترك هذا الوسواس وأتمم وضوءك. حكم صلاة الجماعة المسافر: لا تجب على المسافر صلاة الجماعة. حكم السفر بالمصحف: نهى الرسول أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار. إعطاء طلاب الجماعة درجات أكثر بكثير مما يستحقونها ترأفا بأهليهم. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين. حكم الذهاب للعمرة مع وجود ديون للتجارة: لا بأس بذلك، ونبه على الحقوق قبل أن تسافر. قال إمام قريتنا: أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة حسب الفطرة. الله أعلم، لكن الرسول قال: أبي وأبوك في النار. وقال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. هل يجوز الحكم المتوفى بسوء الخاتمة؟ لا، ممكن أن تحكم بالذي ظهر أمامك، بس الذي ظهر أمامه وما رأى ذلك تكل الأمر إلى الله. ابنتي كبرت في السن ولم تتزوج، كتبت لها شقة وكتبت لأختها مثلها حتى لا أظلم أحدا، وطرقت باقي الميراث للتقسيم الشرعي، فلا ناسم بذلك. كم شقة عندك يا أسماء؟ كم شقة عندك حتى تكتبي شقة هذه وشقة لتلك؟ إذا عندك 10 شقق مثلا لا بأس. هل يجوز دخول المسجد والجلوس دون صلاة تحية المسجد؟ يجوز، لكن تحية المسجد أفضل. تحية المسجد سنة مستحبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. أما كونها سنة فلأن النبي لما بين الفرائض قال بين فقال 5 صلوات في اليوم والليلة، فسئل هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. البيع على الإنترنت للسلع اللي أملكها أقوم بتوفيرها بعد الطلب، ما في مشكلة، لكن لأنك لا كما في حل، إذا تملكتها ستذهب بها وتخير الرجل هنالك. نصيحة لمن تتأخر في الزواج وتنتظر الزوج الكامل، نسأل الله أن ييسر لها أمرها. لكن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل ما لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني في المئة واحد الذي تجده كاملا. أخاف دائما من الموت وأنا في حالة هلع. الله قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد. فينبغي أن تلين، أن يلين القلب، والأمور تمشي بين الترغيب والترهيب، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قراءة التشهد الأوسط كاملا ليس له سجود سهو. النية قبل الصلاة: هناك شيخ يقول لا يدوس أحد على الصلاة حتى يختم لها سيدنا علي بجواز، كل هذا كلام لا أصل له. الله يسدد عنا وعنك يا حسن. لدي مبلغ من المال ولا أعرف كيف أستثمره، فبعض من زملائي قالوا لي: أودعها في بنك وعود عليك بالربح. هذا حرام وتلك نصيحة سيئة. حديث عمرو بن العاص أن النبي قال: قتلوه قتلهم الله للذي أمره أن يتيمم في التراب، أن يتيمم في اليوم، أن يغتسل في اليوم البارد فمات. فقال: قتلهم الله، ألم يسألوا إذ لم يعلموا أن مشفى العيس؟ سؤال ضعيف الإسناد.
هل واجب علي أن أخبر زوجتي الأولى عندما أريد الزواج بالثانية؟ لا يجب عليك، لكن إذا تزوجت تخبرها. أصل عمتي ولا تصلني، واصل الوصل، ليس الواصل بالمكافي، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. حكم البقاء في الصلاة عند سماع صوت جميل، هي المشكلة يعني كيف البقاء في الصلاة عند سماع صوت جميل؟ أنت كذا كذا تصلي. قلنا يا عمر بن خالد الحديث ضعيف، قتلوه قتلهم الله، ضعيف. هل إن صلت الزوجة والأولاد وصاموا ولكن يذكرهم بأشياء أخرى لم يفعلوها كعلوم في الدين سيسأل عنه أمام الله؟ اتق الله ما استطعت. هل منع الإنجاب بدون سبب حرام مكروه كراهية شديدة؟ امرأة مطلقة تتحدث مع الرجال في جانب العمل ولكنها تخضع بالقول وتضحك معهم، هذا إثم وإثارة للفساد والله لا يحب الفساد. الأراضي إذا كانت للسكن أو للاستثمار عليها زكاة، إذا كانت للسكن ليس عليها زكاة، إذا كانت للاستثمار عليها زكاة. حلفت بالله أكثر من مرة أني لا أذهب إلى منزل أبي وذهبت، ماذا أفعل؟ أصوم ثلاثة أيام بس؟ لا، أطعم 10 مساكين، إن عجزت عن الإطعام صمت 3 أيام. أعني أولا تطعم 10 مساكين، كل مسكين وجبة واحدة من طعامك المتوسط. عجزت عن هذا، عجزت عن هذا، صوم 3 أيام. حديث ما فعل شراد جملك، لا أعلم عنه شيئا بهذا اللفظ. البائع الذي يحلف على السلع ليبيعها بسعر أغلى من السوق يأثم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: البيع منفقة للسلع، الحلف منفقة للسلع، ممحقة للكسب. صحة حديث 10 المبشرين بالجنة صحيح، وله أدلة أخرى كثيرة غير ما ذكر. ما فضل صلاة الضحى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وفي ابن آدم 360 مفصلا، يصبح على كل مفصل فيها كل يوم تطلع عليه الشمس صدقة، فأمر بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة. وبكل تحميدة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، بكل تسبيحة صدقة، بكل تهليلة صدقة. الحديث ثابت صحيح. ينتظر خطيب الجمعة عند تأخره وقد أذن لأذن للصلاة، أولى أم أن يصعد أحد للخطبة حتى لا تتأخر الصلاة؟ يصعد أحد إذا كان كفئا. هل ينقض برق ولحم الجزور البعير الوضوء؟ لا ينقضه، ما عندنا دليل على النقض، على أنه ينقض، الكلام على اللحم. ماذا أقول وأفعل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل كما قال ابن عمر: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا رسول الله. حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، سنده ضعيف، ولكن عندنا حديث في الباب: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. أيما أولى، إنفاق المال في مسجد أو تجهيز فقيرة للزواج؟ ظني أن إنفاق المال في المسجد أفضل، لأن الزكوات ممكن تصرف على من يجهز فتاة فقيرة للزواج، لكن الصدقات لا تنفق، عفوا الصدقات المساجد والمتبرعون لها أقل من المتبرعون، أقل من الذين يخرجون الزكوات المفروضة بكثير. بارك الله فيك يا فاه. ما حكم من قال في والديه حسبي الله ونعم الوكيل؟
عند العامة من قال لشخص كذا أساء إليه، أما في التقييد الشرعي فكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة طيبة. وصلت خالي كثيرا مع أنه الذي قطعني ولم يصلني، أمي تلومني فيها، استمر على الوصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. حكم قول سيدنا مقرونا بالرسول صلوات الله وسلامه عليه: في غير الصلاة جائز، أما في الصلاة فالتبع الوارد. يعمل في المحاماة ولا أحب فقرات السفر للعمل، أعمل في المحاماة ولا أحبها فقرات السفر للعمل في الكويت، ولا يجد معي نقود فقرات الاقتراض من البنك. لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل، أنت كالمستجير من الرمضاء بالنار. الحمد لله. إمام يقرأ بالقراءات في الصلاة، هل يصح هذا؟ يصح. قول مولانا فلان لم يرد مثل هذا في الصدر الأول إلا إذا كان الشخص أعتق عبدا، نقول سالم مولى أبي حذيفة، زيد مولى رسول الله، كان عبدا وأعتقه الرسول. حكم الشركات التي تؤخر المستحقات على المقاولين وعدم الالتزام بالعقود، ومن أن عز التقرير يتأخر المقاول في دفع المستحقات من عمل، هل عليه ذنب؟ يتق الله ما استطاع، يتق الله ما استطاع. هل للزاني توبة؟ نعم، قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. شفاك الله وعافاك. قالت: من صحت عن نفسي صحت لغيره، تتنزل منه قطرات بولي بعد الوضوء. كان أحفظ القوم أن يصلي بالناس، هو هذا جائز أن يصلي بالناس صاحب سلس البول، لكن الأفضل لوجود بعض الاختلافات في المسألة أن يصلي بهم السليم المعافى. هل يوجد أحد من المذاهب أجاز كشف الوجه؟ هناك مذاهب أجازت، لكن تحرر القول سيأتيك به إن شاء الله لاحقا. هل الإفرازات المهبلية تبطل الوضوء مع العلم أنها مستمرة؟ أختار القلب أنها لا تبطل الوضوء، لأنها ليست بولا ولا منيا ولا مذيا ولا وديا، إنما هي بمثابة الرشح. لي مشروع ثلث دخله الله يساعد به الفقراء والمنافع العامة، هل لي من زكاة؟ نعم عليه زكاة، أنت لأنك تملكه، أنك تملكه ما أوقفته وقفا. هل يجوز البائع القسط أن يعرض على المشتري أكثر من سعر بناء على طريقة السداد؟ نعم، كلها عروض ما ارتبط بعقد. ننتظر بين أذان الفجر والإقامة حوالي نصف ساعة. نصف ساعة لي أن أصلي ما شاء الله أن أصلي، الوارد بين الأذان والإقامة في الفجر ركعتان فقط. لكن أنت تقصد لا. نعم. صحة حديث عمر: يا سارية الجبل الجبل، في سنده يحيى بن أيوب الغافقي وهو متكلم فيه، وأنا الضعف أقرب. البنوك كلها سواء يا ابن شعبان. حكم عامل تم الاتفاق مع صاحب العمل على نصف قيمة الإقامة وطلبه صاحب العمل بفسخ العقد لعدم إنجازه في العمل، هل يقسم عليه المبالغ المستحقة؟ تلك قضية تنظر يا محمد، ممكن يكون فاشل في العمل حقيقة فتلك قضية تنظر. يعمل بالتجارة ومعي شركاء، كيف أخرج زكاة مال مع العلم أنني شريك بالعمل وقليل جدا من المال؟ أعمل بالتجارة مع شركاء، كيف أخرج زكاة المال علما أنني شريك بالعمل وقليل؟ يعني
مش فاهم سؤالك كيف بالضبط يعني كتمال من؟ المهم أنت تبحث مالك الخاص على رأس الحول وتزكي عليه، وإن كنت أخرجت جزءا من الزكاة فلا إثم عليك اخصمه. هل قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء صحيح؟ نعم صحيح. لا مانع من قراءة القرآن بدون وضوء، لا مانع. وما المانع؟ المانع أتينا به صاحبه. حسن بخير الحمد لله موجود، يسألون عنك يا حسن. قسم أبن البيت بين أبنائه في حياته، وأعطى أحدهم مالا لعقوقه وخوفا على أبنائه من هذا الإبن. المهم لا يكون ظلمة. ماشي. ماذا يعني السطر تحت بعض الكلمات في القرآن؟ مثلا كلمة مجريها، من علوم القراءات شخص عندك يعلمك إياها عمليا. هل يجوز للمهندس العمل في مشاريع يراها إضاعة لأموال المسلمين وليس منها فائدة؟ إذا كان غير مقتنع بها لا يدخل، لما إذا كان مجبرا جاز له الدخول فيها. وجزاك الله خيرا يا علي. نعم يجوز للحيض أن تقرأ القرآن. نصيحة لتفادي الوقوع في فتنة النساء، مع العلم أن أغلب العاملين معي معنا نساء، انتقل إلى مكان آخر ليس فيه نساء. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أعمل في شركة ولا يعطونني إجازة ولا تعويض عن الإجازة، لا أخذ مال بقدر حقي بدون الميم. يجوز لك ذلك إذا كان الحق لك 100%. تلك المسألة التي سميها العلماء مسألة الظهر. أم المستندات؟ يا قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. إذا كنت مخيرا لا تشترك في التأمينات. أدير تجارة اللي فيها شركاء يكون مقابل إدارة نسبة من الأرباح أم راتب معلوم على ما تتفقان عليه؟ كل جائز. نسبة المكسب في التجارة الأمر فيها واسع، ليس هناك نسبة، لكن لا يكون هناك غش ولا تدليس. رفع اليد بالدعاء يوم الجمعة وقنوت الفجر لا بأس بذلك، الأمر فيه واسع. إن كنا نرى القنوت في النوازل والله تعالى أعلم. أحبك الله يا عبد الرحمن باشا. هل يجوز أن نصلي على النبي بدون وضوء؟ نعم يجوز يا يوسف. كيفية تحصين النفس بالدعاء وبالمعوذات؟ بالمعوذتين، ما أقول والله أحد، تلقي نفسك تدفل في يديك وتقرأ قل والله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتمسح رأسك وما استطعت من جسدك. ويا ليتك تصلي 4 ركعات أول النهار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة. هل لو قطعت صلاة فائتة في المسجد الحرام تجزع 100,000 صلاة فائتة؟ لا يا محمد السعدني. قد مرة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، شق مرتين، مرة وعند مرضية حليمة السعدني عند مرضية، ومرة قبيل رحلة الإسراء والمعراج. حكم زيارة الزوجة لزوجها المتوفي في المقبرة؟ لا بأس ما لم تحدث فتنة ولا بدعة. ما حكم ترتيب فرائض الصلاة؟ يعني الفوائد، إذا كنت تقصد الفوائد فالأولى أن ترتب، لكن إذا لم تستطيع صلي كما صلي على الوجه المتيسر لك. كيف أخشع في صلاتي؟ اسأل الله أن يرزقك الخشوع فيها، وابتعد عن الأماكن التي فيها ضوضاء والأماكن التي فيها تصاوير. أريد الزواج ولا أملك المال، هل يجوز أن أخذ قرض أخشى الوقوع في الزنا؟ لا يجوز. صم أو تعفف أو تزوج امرأة ولو سيبا. حكم عدم خدمة زوجة الابن لوالدته؟
علما بسنها الكبير، ليس من مكارم الأخلاق. أما إذا خدمت تساب، لكن ليست الخدمة بواجبة عليها. الأموال تودع في البنوك الربوية يا عمر بن خالد وتثمر في البنوك الربوية. هل معجزة انشقاق القمر بحكم التواتر وردت عن عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمل هذا العدد عددا من أصحاب النبي على أن يقولوا أنها متواترة؟ عند زيارة قبر أبي هل يشعر بي وبدعائي له؟ عند زيارة قبر أبي وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. بحكم التغريم في مثل المعاهد والجامعات نتيجة التأخر قليلا، تلك مسائل تضبطها الجامعات ما لم تخالف شرعا. هل تجوز الصلاة في حذاء إسفنجي لوجود مرض بالقدم؟ نعم تجوز. يقول سمعت كلاما لشيخ يقول بجواز التعامل مع جنين مسلم، ما ورد هذا عن رسول الله؟ والله يقول أنه كان رجال من الإنس يعوذون بالرجال من الجن فزادوهم رعق. وأسأل هذا الشيخ، من سلفك في هذا من الصحابة والتابعين؟ هل الرسول كان يتعامل مع جن مسلم؟ لأنه كان يدعو من الله فقط. حارب بدر لم يشترك مع الجن المسلم، حفر الخندق لم يستدعي عفاريت تحفر معه، فقدت أشياء لم يستدع النبي جنا للبحث عنها إلى غير ذلك. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رعق. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ما الدعاء قبل النوم؟ هناك عدة أدعية آخرها وجهت وجهي اللهم لا أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك، اللهم ألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك. لا منجى منك إلا في واحدة ربعة بس فقرة، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت هذا وبهذا القدر أشتزي سيلا الله أن يجمعني وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله ما دمتم مطيعين لله ذاكرين لله. لا تنسوا الدعوة إلى الله ففضلها عظيم، ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وامتثلوا أمر الله تعالى، فقد قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. أحسنت بارك الله فيك. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.